نحن جينا على المخيم، لقينا ان الغطاء في المخيم استقبلنا استقبال كويس وتعاونوا معنا اهل واحي ونسهر سوا وناكل سوا واعطونا حرامات واعطونا مدادات وساعدونا، وما في حد يعني كلتنا اهل هون بالمخيم والحمد لله يعني امورنا كويسه بس ناقصنا كثير. نحن من مهجرين الشام، جينا من شي سنتين ونص او تقريبا راح يصيرنا 3 سنين هون. جينا على ريف المعره، معره الشرقي تحديدا بتل منيس، وسكننا بتل منيس صرنا حوالي سنتين ونص او اكثر شوي قاعدين بتل منيس، الحمد لله مرتاحين. وبالنسبه لاهل تل منيس يعني عملونا احلى معامله ما قصروا معنا، وهلا نزحنا نحن وياهم لهون على عم تقولوا عجا كفر تخاريم لهون، وعايش على الحدود تقريبا بدك تقول، وعايشين نحن وياهم يعني كمان مثل ما كنا عايشين عندهم بالضيعه. هلا نحن عايشين نحن وياهم ويمكن احسن من الاول، وفي معنا حتى من جبل الزاويه كمان عالم، يعني عالم ناسحه من هنيك كمان عالم يعني اكابر ومحترمين وعايشين سوا. يعني كان ما في فرق بين اهل غوطة الشرقية ولا اهل ادلب ولا اهل معرة، ولا ما في فرق الحمد لله. شأن مخيم جبل الشري لان الضيوف من ريف حما والمعرة وريف المعرة وريف حما وجبل الزاويه، لان مهجرين من الغوطه الشريه بالاساس بعد معاناتنا 9 سنوات من القصف والدمار، وعند حصول التهجير من ريف المعرة وحما والمناطق هاي ادلينا بطلب لانشاء مخيم لاهلنا الضيوف. قدموا لنا 100 خيمه، قدموا لنا كتل حمامات، قدموا لنا خزانات مياه، خبز يومي. عندنا هون المخيم مكون من عدة شرائح، في عندنا من ريف حما، عندنا من ريف المعرة، عندنا من خان شيخون، عندنا من حيش، عندنا من جسر الشهور، من جبل الزاوية، حتى من الغوطة الشرية موجود معنا هون.